ايه تاريخ موضوع السامبلز والمكتبات بتاعة الأصوات والكلام دوت؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. وحشتوني طبعا جدا، وحشني العودة إليكم وأسئلتكم، وإحنا نعد بأننا نعمل حلقة مخصوصة للأسئلة، لأن أعتقد أن كان في ناس كتيرة بتبعت لي أسئلة على التعليقات بتاعة القناة بجاوب عليها كلها. فأنا محتاج دلوقتي أن أنا الناس كلها تشارك الأسئلة دي، لأن بلاقي فيها كتير متشابه. فهنعمل حلقة إن شاء الله نعلن عنها قريبا جدا للأسئلة والأجوبة، إن أنا أجاوب على الأسئلة. مش هناخد وقت كتير النهاردة، الحلقة خاصة بهندسة الصوت. هنتكلم النهاردة عن شركة موجودة في السوق من فترة طويلة جدا، هنحكي تاريخها دلوقتي. الشركة ديت أتاحت لي إن أنا أخد أكسس، إن أنا أشوف اللايبرز بتاعتهم، الحاجات اللي هم بيستعملوها في هندسة الصوت أو في الأصوات، مكتبات الأصوات يعني. الشركة اسمها إيست ويست، الشركة دي عريقة جدا، هنحكي تاريخها حالا. شركة اسمها إيست ويست ستوديوز، هوليوود ستوديوز، موجودة في هوليوود في لوس أنجلوس في أمريكا. في واحد اسمه دوغ روجرز، دوغ يعني اختصار دوغلاس، هو أعتقد اسمه كان دوغلاس، فدوغ ده اسمه اللي بيحب يتنادى بيه يعني. دوغ روجرز سنة 1988 ده كان مهندس صوت، كان مهندس صوت في شركة وبيسجلوا أصوات أغاني وبيسجلوا المقاطع الصوتية اللي الناس بتحب تسجلها. فمن كتر ما الراجل سجل قال لك الله، طب ما احنا ممكن نستعمل الأجزاء بتاعتنا بتاعت التسجيلات القديمة ديت ان احنا نستعملها في حاجات جديدة، مش ضروري الراجل يجي يسجل تاني بس نقطع منها الأجزاء المفيدة، زي مثلا الدرامز بالنسبة له كان مهم جدا الموضوع ده، الدرامز، ويعمل منهم أجزاء بسيطة جدا يقدر ياخدها في تكوينات تاني بحيث تبقى زي شبه اللوبس، الفكرة بتاعت اللوبس. وفعلا اهتدى لفكرة اللوبس وابتدى يعملها بالأجهزة المتاحة اللي كانت موجودة سنة 88. فعلا بدأ يسجل الأصوات بتاعت الدرامز وابتدى يعمل منها المجموعات ديت وابتدت يستعملها في شغله. كان في مشاكل طبعا، انك انت لما تيجي تستعمل الحاجات دي كلها البطء بتاع اجهزة الكمبيوتر في انها تستوعب اللوبس ديت كان موجود، انك انت ازاي تكنولوجيا تدخل الاوديو اللي كان ساعتها انالوج بس وحبة ديجيتال يعني علشان تقدر تكرر اللوبس ديت وتستعملها. الاصوات كانت بدائية شوية طبعا، ما كانش فيه التفاصيل العالية للاصوات اللي احنا بنسمعها دلوقتي. لغاية في منتصف التسعينات الراجل ده عامل شركة طبعا، اللي هو دوج ده عامل شركة بتاعت ريكوردينجز، يعني ان هو يعمل اللوبس ديت ويحاول يبيع منها يعني. اتصل بيه واحد في منتصف التسعينات صديق لي، الراجل ده كان مبرمج في الامريكان ايروسبيس اللي هي شركة بتاعت علوم الفضاء يعني، الراجل كان بروجرامر يعني. فقال له انا عندي ليك مفاجأة حلوة، تعالى تعالى ليا. فالراجل طار فعلا يعني، انت عارف امريكا كبيرة، فطار بالطيارة وراح سافر للراجل يشوف ايه الحكاية، وتوقع ان هو هيبقى يعني محبط يعني هيعمل ايه يعني. فالراجل قال له انا عندي دلوقتي اختراع من سوفت وير ان انا اقدر اخد اللوبس بتاعتك دي واستعمل رامات الكمبيوتر والبروسيسور بحيث ان انا اخزن الحاجات ديت في الرامات وما تاخدش حاجه كبيره، ولكن اقدر استعملها تاني وانت بتشتغل، فده هيقلل الليتنسي بتاعتك واخد بالك، وهيخليك تقدر تستعمل اللوبس دي وانت موجود فعلا بتشتغل بيها وتسمع اللي انت بتعمله. كان الاول يعمل اللوب بعد كده يسمعه بعدين بعد ما يركب الكلام ده ويقعد يصلح ويعمل، كان بياخد وقت طويل جدا فما كانش موضوع عملي. دلوقتي قال له لا، انت بتعمل اللوب بتقدر تسمعها دلوقتي من اللي انت سجلته ده. الراجل قال فكرة هايلة جدا، وفعلا انضمت الشركة ديت للشركة ديت وبقوا شركة وحيدة بتعمل اللوبس ديت وبتستعمل التكنولوجيا الجديدة، انك انت تاخد سوفت وير ينزل عندك على الكمبيوتر ويستعمل الريكوردينجز اللي الراجل ده بيسجلها والراجل التاني بتاع السوفت وير يستعملها له. فابتدى الموضوع يمشي على الكمبيوتر، ابتدت الناس تقبل عليه، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على التفاصيل ما كانتش لسه دقيقة قوي، ولكن كانت ثورة في عالم التكنولوجيا. ده اول واحد عمل الموضوع ده. بعد فترة الراجل لقى الموضوع مكلف، انا عشان احجز استوديو
واخش الاستوديو دوت واقعد اسجل. انا بسجل لآلة واحدة مثلا بتاع 500 تسجيل. ليه؟ لان انا كل مثلا بيسموها الارتكيليشن او التكنيك بتاع العزف، انت عارف اللي فيه تكنيك العزف مثلا للكمانجا هتبقى حاجة طويلة مثلا، ده صوت طويل بيسموه سلر، بالقوس بتاع الكمانجا طويل، وفي نقر بالاوتار، وفي استكاتو بيزيكاتو، في حاجات كتيرة قوي بتلاقيها في الآلة نفسها، تكنيكات عزف تطلع لك اصوات مختلفه من الاله ديت. في كمان ده انا اكتشفت ان في حاجات بيضربوا ساعات بالقوس على اوتار الكمان يعمل صوت تاني مختلف خالص. يعني انت متخيل انك انت تمسك الجيتار وتخبط بايدك عليه؟ ما هو الجيتار فيه حاجات من دي برضو، في الراس جيادوس بتاعت الفلامينكو، في النقر بالاصابع بخفه، في النقر بالاصابع بتقل، في اكسنت اللي هو بتبقى نغمه قويه بتبقى في اول مزوره، في حاجات كتيره قوي، في سلايد انك انت تعدي على بصوابعك على الاوتار كده فتتزحلق عليها فتعمل صوت مختلف، حاجات كتيره قوي اصوات لا ان هو بيسجل حوالي 500 ريكورد لكل اله مثلا بتاع. فالموضوع بقى مكلف جدا ان هو يروح يحجز استوديوهات ويسجل للالات. طبعا بيجيب عازفين محترفين، لو عايز يعمل كمانجات، لو عايز يعمل بتاع، بيجيب عازف كمانجه محترف وقوي جدا ويبتدي يسجل له ويقعد معاه الوقت كله يقول له طب اديني الحته دي، طب استنى اقطعها اعملها بتاع. فقال لك لا مش هينفع كده، انا هشتري استوديو بحاله يبقى بتاعي. فالراجل قاعد يدور لقى فعلا في مجموعه استوديوهات للريكوردنجز، كانت للتسجيلات الصوتيه، كانت ثلاث اربع استوديوهات جنب بعضيهم كده عاملين كومباوند صغير. الشركه دي كانت قاربت على الافلاس، يعني كانت خلاص فلست وهتتباع يعني. فالراجل اشتراها، اشترى المبنى دوت، والمبنى ده ليه تاريخ. يعني في الاول انشئ كان سوق خضار، يعني كان محلات بتبيع خضار وبقاله وبتاع حاجات كده، واتطورت في مرحله ما كانت مثلا مسرح، في مرحلة ما اتطور تاني بقى ريكوردنجز، بقى شركة ريكوردنجز. بعد المرحلة بتاعت شركة ريكوردنجز ديت اللي هي فلست فيها الشركة، راجل اشترى الاستوديوهات دي وجاب معدات بحوالي 4 5 مليون دولار مثلا عشان تبقى موجودة جوه الاستوديو. طبعا الوقت دوت كان الميكسرات لازم تبقى كبيرة وغالية، مايكروفونات كبيرة وغالية، عدد كبير، ابتدى يعمل عزل مظبوط. طبعا هتلاقي الديكورات اللي كانت فيها كانت مثلا من الاربعينات والخمسينات، فغير كل المكان دلوقتي، وعمل شركة اسمها ايست ويست هوليوود ستوديوز. الشركه ديت انتجت مكتبه صوتيه مهمه جدا، وهي اول مكتبه صوتيه تتعامل مع الموضوع السامبلز بتاعت الات مسجله بالحقيقه فعلا من عازفين حقيقيين، وانت تاخدها تستعملها كريكوردنج في حته تانية، بتستعمل بمفاتيح تانية، بسلالم تانية، بحاجه تانية خالص، ولكن بتستعمل نفس تكنيكات ومهاره العازفين، والكمبيوتر بيطوع لك التون بتاع النغمه ديت، يبقى التونات المختلفه بتاعتك اللي انت بتعملها. موضوع رائع. الراجل ده كان مهندس صوت، كان ممكن يكمل بقيه عمره مهندس صوت وخلاص، وهيكسب فلوس ويبقى كويس وعنده شقه وعربيه وفيلا وبتاع، ويروح يصيف في الساحل الشمالي والكلام ده كله. ولكن الناس يا جماعه مش بطون بس، الناس مش بطون، الناس عقول برضو، ولو انت ما بتضيفش للحياه دي حاجه يبقى انت عالة على الحياه ديت. فالراجل ده فكر وطور وعمل فكره جديده، والفكره الجديده دي بقت دلوقتي يمكن اقوى مكتبه او من اقوى مكتبات الاصوات اللي موجوده في العالم دلوقتي، وهنوريكم دلوقتي عينه المكتبه دي تقدر تعمل ايه. طبعا دلوقتي الشركه بقت كبيره جدا وبقت ليها اسهم في البورصه طبعا وبتاع، وبقت كمان الاستوديوهات بتاعتها فخمه جدا. فانا دخلت لقيت انك انت ممكن تحجز لو انت تشوف المكان الفاضي. طبعا الاستوديوهات عندهم استوديو واحد واثنين وثلاثه وخمسه، ما اعرفش اربعه راح فين، او الاستوديو ده معمول مخصوص لحاجه تانية بيستعملوه، بس هل في استوديو اربعه ولا لا ما اعرفش. بس هو في اربع استوديوهات، واحد اثنين ثلاثه وخمسه، تقدر تحجز. طبعا الاستوديوهات متوفر ليها اقصى درجات الراحه، فانت هتلاقي حتى القاعات الانتظار بتاعت الاستوديو دي بتاعت ناس عظماء. يعني انت بتتكلم على الاستوديوهات سجل فيها الفيس بريسلي ومايكل جاكسون وناس كتيره، وتصورت قدامها مسلسلات وافلام وحاجات كتيره، حاجه كانت مشهوره يعني في عالم الفن، واسمها حتى كمان في هوليوود، هي في لوس انجلوس، وهوليوود احنا عارفين هوليوود في لوس انجلوس في ولايه كاليفورنيا. فالشركه فعلا قويه جدا. الراجل ده كان مهاجر نيوزيلندي، يعني الراجل ده كان ليه اصول نيوزيلنديه وهاجر لامريكا واشتغل مهندس صوت هناك، وقفت هندسه الصوت لما كانت بتجيب فلوس يعني، وابتدى يعمل الفكره ديت والمشروع ده، واصبح هذا المشروع دلوقتي من اهم مكتبات الموسيقى التي تحرص الاستوديوهات المحترفه على انها يكون عندها الجزء ده.
طيب المكتبه ديت بتعمل ايه؟ هل فيها اوبشنز؟ اه هي فيها اوبشنز كده، انت ممكن تحملها وتبقى على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتستعمل اللي انت اشتريته بالظبط يعني. وفي عملوا فكره جديده، طبعا الفكره الجديده دي فكره جهنميه في التسويق، انك انت بتدفع مبلغ صغير، المبلغ الصغير ده كل شهر كان اشتراك شهري في المجموعه دي، وبينزلوا عليها كل المكتبات بتاعتهم اللي انت عايزها. يعني بتلاقي مثلا عليها كل انواع الالات الموسيقيه المختلفه، سواء اوركسترا، سواء الات مختلفه، سواء الات حتى اكزوتيك، يعني بتلاقي الات من الشرق مثلا، حاجات فارسيه، حاجات صينيه، حاجات مش عارف ايه. لاقصى مكتبه عندهم اللي هو المكتبه اللي تضم كل شيء باعلى مستويات التسجيل، لان بيسجل الموضوع دوت كمان مش بمايك واحد ولا مايكين قدامك على الاله الواحده، ده في 5 مايكات محطوطين للتسجيل للآلة. فانت ممكن تستعمل المايكات ده يديك احساس معين للآلة دي، مايكات تانية تديك احساس معين للآلة دي، اوركسترا تتسجل بطريقة معينة تديك احساس معين للاوركسترا. ويستعمل الحاجات دي كتيرة في الافلام وفي الموسيقى التصويرية وفي الحاجات دي، والناس كلها بتعمل بيها الكلام ده. فانت كل ما بتاخد اوبشن اعلى، كل ما انت بتحتاج تدفع اكتر علشان تستعمل التسجيلات بتاعتهم دي، لانها بتاخد عدد معين اكتر من التسجيلات اكتر من انك انت تستعمل مايكين مثلا. فالراجل ده عامل ب $30 في الشهر اشتراك شهري مثلا، الاستوديو او المكان بتاع الانتاج ده بيقدر يستعمل كل المكتبات بتاعه الشركه دي. طبعا $30 في الشهر، يعني اعتقد في ناس كتير من الافراد اللي بينتجوا موسيقى وبتاع، يعني بالذات اللي عايشين في الغرب، يعني $30 بالنسبه لهم لا تمثل شيء. يعني ده $30 بياكل بيهم مثلا مره في مطعم، يعني مش حاجه، مش حكايه بره يعني. عاملين كمان اشتراكات للطلبه بتوصل لحوالي $10 في الشهر للطالب اللي هو بيدرس موسيقى او بيدرس كذا، عشان يستعمل المكتبات دي كلها ويبقى حر في ان هو يستخدمها في دراساته وفي اعماله اللي بيستعملها في الدراسه. فهم عاملين مشروع هايل ونموذج اقتصادي ناجح كمان في الموضوع دوت. اللي لفت نظري بقى في الموضوع ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، مش كفاية حتى كمان انك انت تبقى لازم محترف جدا في دراسات الاوركسترا وبتاع عشان تقدر تعمل عمل اوركسترالي متكامل او عمل اوركسترالي مقبول للناس تسمع، تقدر تستعمله في حاجات زي الاعلانات، زي الموسيقى التصويرية، زي البتاع. في حاجات معمولة جوه السوفت وير ده توفر لك وقتك ومجهودك، وما بتحتاجش عمق في استعمال الاوركسترا بانك انت فعلا تطلع عمل مقبول جدا. هنشوف دلوقتي نموذج من النماذج بتاعت الاجزاء بتاعت الاوركسترا ديت اللي احنا ممكن نستعملها جاهزة، بالاضافة طبعا هنشوف العينة بتاعت الاصوات ودقتها وجمالها بالنسبة لأصوات الآلات المختلفة اللي احنا بنحب نستعملها من اللايبراريز اللي متوفرة في شركة ايست ويست. هنفتح السوفت وير بتاعنا اللي احنا بنسجل عليه الموسيقى. انا في حالتي ديت بستعمل لوجيك برو اكس، انت ممكن تستعمل اي سوفت وير تاني، كيو بيز، سونار، اي سوفت وير محترم، برو تولز، ممكن تستعمل اي سوفت وير محترم ان هو بيسجل مالتي تراك، وممكن فيه بتستعمل الالات الافتراضيه او الفيرتشوال انسترومنتس. ده اللي احنا هنستدعي بيه دلوقتي الحاله بتاعتنا بتاعت الاوركسترا دي. اول حاجه شركه ايست ويست اساسا بتنزل لك حاجه اسمها الانستولر. الانستولر ده يعني ايه؟ اللي هو بينزل يسطب الاوركسترا على الجهاز بتاعك. ليه هم عاملين برنامج زي ده؟ لان هم مش بينتجوا اوركسترا بس، ده عندهم الات تانية كتير، كل ما تشتري حاجه منهم تروح نازله عندك على اللي هو الانستولر دوت، انك انت تقدر تنزله. في حاجه تانية بقى عندهم اشتراك، اللي هو الاشتراك زي ما احنا قلنا دوت، الاشتراك السنوي اللي هو بتدفعه كل شهر او تدفعه كل سنه. ده بيبقى مفيد جدا في حاله انك انت تبقى راجل موسيقي ويبقى عندك المكتبه كلها تقدر تستعمل فيها اللي انت عايزه. كمان هم لما بينزلوا حاجه جديده بتقدر انت تستعمل حاجه جديده دي من غير ما تدفع لها اي حاجه خالص، انك انت عامل اشتراك معاهم في المكتبه بتاعتهم. زي ما احنا قلنا الاشتراكات بتاعتهم اسعارها مش وحشه خالص بالنسبه حتى للطلبه كمان، الاستعمال غير تجاري رائع جدا، انك انت يبقى عندك كل الاجهزه دي والالات ديت برقم بتدفعه كل شهر. لو انت حتى جمعت لك 3 4 سنين في الدفع بتاعه دوت، مش هتجيب تمن آلة واحدة بس من اللي هم بيبيعوها ديت. المهم بتلاقي عندك الحاجات كلها المتاحة، شايف كل الحاجات ديت متاحة حتى من مكتباتهم القديمة اللي أنتجوها من زمان، موجود كل حاجة، وأي آلة جديدة بتنزل بتلاقيها موجودة هنا. وأنا بتلاقي عندك من تحت الحاجات اللي أنت بتنزلها، اللي هي اللي نازلة عندك على الجهاز بتاعك اللي معمول عليها علامة صح ديت. ف زي ما انت عايز بتنزل الات، حتى كمان انت ممكن تنزلها وتشيلها، يعني لو عايز تفضي فراغ على الديسك من السامبلز اللي موجود عليه ديت بتنزلها تستعملها وتشيلها تاني وتجرب حاجه تانية وهكذا. فهو الافضل انك انت فعلا تعمل مانجمنت للموضوع دوت، انك انت تتحكم في ايه اللي تنزله وايه اللي ما تنزلوش.
اما بتخلص تنزيل خالص الحاجات اللي انت هتستعملها دي، بتقفل الانستولر ده، لان الانستولر ده ملوش اي لازمه دلوقتي، احنا خلاص نزلنا كل الالات، فهقفل الانستولر دوت وهفتح الحاجه البرنامج اللي اسمه اوبوس. اوبوس ده عباره عن زي بالظبط الكونتاكت، بنزل اللي هو البرنامج بقى بتاعهم، بينزل معاهم من البرامج اللي بتنزل. البرنامج ده عباره عن هو البيئه اللي انا بقدر استدعي منها الالات الافتراضيه دي، فهي بيئه واحده بس تقدر تستعملها وتاخد عليها وتعرف بالظبط تتحكم فيها ازاي، ويعني هتتعلمها مره واحده بس، بعد كده كل اله هتنزل عليها تلاقي نفس المنيوز ونفس القوائم ونفس الزراير ونفس البتاع، وهتلاقي الكيبورد من تحت زي ما انت شايف كده اللي انت تقدر تستدعي الالات منها يعني وتقدر تعزف بيها. فدلوقتي احنا استدعينا حاجه واحده بس اسمها هوليوود سترينجز. سترينجز يعني الات الكمانجات. امتى تعرف ان الاله بتاعتك اللي هي بتعمل اوركسترا ديت قويه، او السامبلز او العينات الصوتيه اللي جواها دي متطوره جدا؟ احنا بنعرفها بحاجه مهمه جدا اسمها الليجاتو. الليجاتو يعني ايه؟ يعني لما تلاقي كمانجه هتعزف دو ري مثلا، تبقى دو ري، ده بالنسبه لنا احنا هنعزفها على البيانو دو ري. بالنسبة للكمانجة عشان هو الوتر صباع بيتزحلق عليه عشان يعمل دوري، مش بيبقى دوري على طول حد كده ورا بعضيها، تبقى دو دوري. شايف الحتة اللي ما بين الدوري طلع نوت صغيرة 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 لغاية ما وصلتني للري، ده بيسموه الليجاتو، انك انت بتربط النوتين ببعض بنوت تانية بنوت تانية كروماتيك لغاية ما توصل. كل ما تعمل كده تلاحظ ان الـ 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 الاحساس طبيعي جدا بتاعت الكمانجات. نسمع دلوقتي الليجاتو بتاعنا بتاع الكمانجات، ونسمع الكمانجات اللي هي من غير ليجاتو. هنسمع الاول الكمانجات اللي هي من غير ليجاتو، مثلا نختار مثلا لو حتى اخترناها لونج، ده شورت، نختار لونج كمان. اسمع، نسمع بقى اللي جاته لما نعمله مع بعضي. حملت، انا مجرد ما اعمل دبل كليك على عينه بتتحمل خلاص على طول، هي اتحملت كلها دلوقتي كده. سمع الوصل ما بين النوت، ده معناه لان اللي حاصل طبعا ان هو بيعمل عينه الدو عينه الري، وبينهم بيعمل عينات صغيره السامبلز برضو للنقط البسيطه جدا اللي موجوده، ده معناه ان الداتا بيز عميقه جدا وفيها فرايتي كتيره من النوت انها تقدر تطلع التمويجه دي. طب نشوف بقى البلاير بتاعها. البلاير بتاعها لو احنا شايفين، هو عامل لك شكل كمانجه دلوقتي اهوت، تختار منه انواع من نفس السترينجز اللي انت شايفها دي، هو مختار كلاسيك هنا، نختار الكلاسيك. لما نيجي نعدل كمان هتلاقي عندك خمس ميكروفونات هنا، الخمس ميكروفونات دول انا اقدر اتحكم في الاصوات بتاعتهم بالعلو والوطو مثلا، فاحنا نختار مثلا الصوت بتاع الميكروفون اللي هو هنا دوت بيسموه القريب، ده الميكروفون اللي هو الكلوز، هتلاقيه قريب من المسرح بتاعي بتاع التسجيل يعني. فنسمع كده، لو مثلا اخترنا الميكروفون مثلا اللي هو الميد او الستيج اللي هو على المسرح يعني، ميكروفونين مع بعض. نختار مثلا ميكروفون تاني اللي هو، نختار ميكروفون تاني والسراوند اللي هو هتلاقيه محيط بالستيج. ده مجموعة كمانجات، انا ممكن اعمل بقى كذا خط لحني منهم ماشيين مع بعض، هيعمل حاجة جميلة جدا. طيب لو انا غيرت كمان، ممكن اغير حاجات كتيره جدا. الريفيرب بتاعي هو هنا مختار ان هو هول سترينج، انا شايف كل انواع الريفيربز ديت الموجوده دي، برلين تشيرش مثلا بيقلدوا صوت
الكنيسة بتاعت برلين اللي فيها الصدى بتاعها. نعلي صوته سنة. نشوف مثلا صوت السبرينج اللي هو بيبقى موجود عندي في الاستوديو مثلا. نجرب اللي هو نوع من انواع الديلي. طبعا مش بيبقى زي الكثير در مثلا لو انت اول قاعه القاعه بتاعت مثلا الهول اللي هي بتاعت نجرب سوفت هول مثلا. نجرب مثلا يعني احنا لو قعدنا ندور للصبح هنا انت مش هتبطل. فطبعا انا بنصح ان احنا دايما ما نبقاش ايه يعني يعني نعمل مثلا ما نقعدش بقى نلعب في الحاجات دي لان هنضيع وقت كتير. يعني دي مثلا large church كنيسة كبيرة مثلا. على حسب بقى ما احنا عايزين القاعة بتاعتنا اللي احنا عاملينها يعني. زي ما احنا عايزين. طيب ايه تاني موجود غير الكمانجات عندنا هنا اللي احنا قلنا اتفقنا ان دي الليجاتو بتاعنا؟ طبعا موجود كل حاجه، موجود يعني الاستيكاتو مثلا، وموجود البيزيكاتو، وموجود كل الافكتس بتاعتي اللي انا محتاجها للكمانجه. ومثلا نجرب مثلا الشورتس مثلا اللي هي الكمانجات القصيره مثلا. نجرب مثلا تشيلو، بحب صوت التشيلو انا قوي. طيب انا عنديش وقت بقى ان انا اقعد اعمل كل دوت، انا عايز ضربات اوركسترا على طول جاهزه. فانا ممكن اختار اوركسترا كلها اللي بيسموها انسامبل. انسامبل يعني ايه؟ هجيب كل الالات بالوتريه مع بعض يعني. فهنستعمل كده الانسامبل مع بعض. مثلا حاجة زي كده يعني. الكونترباس. الفيولز ده بيزيكاتو وستيكاتو. شوف اللونج وانز. نشوف حاجة تانية، نشوف مثلا الأوركسترا الباركوشن مثلا، نشوف كل الأوركسترا مثلا.
كل الالات اللي ممكن تحتاجها في الاوركسترا ده، حتى موجود عنده كمان مثلا لو انت هتعمل مارينبا مثلا، ولا تعمل حاجه اكسليفون مثلا. مارينبا مثلا، شيكر، يعني موجود حاجات كتيرة قوي فيه موجود. نشوف مثلا أصوات الآلات النحاسية، اتنين فرنش هورن مع بعض الاتنين، شوف مثلا ترومبونز، ستة فرنش هورنز، صوت طبيعي طبيعي جدا يعني. نشوف مثلا التوبة، التوبة ديت اللي هي آلة بتبقى شبه آلة إيقاعية يعني، عاملة زي البيز كده يعني. نسمع التوبة، بالإضافة للآلات اللي هي بتاعت الأوركسترا العادية. أنا ممكن تحمل أي الحاجات تانية هم محتفظين بها، مثلا يعني منزلينها مكتبات صوتية لحاجات غريبة جدا أنت ممكن تتفرج عليها. يعني مثلا الجيبسي مثلا عاملين حاجة مخصوصة خاصة بالغجر، نجرب مثلا كلاسيك الجيتار، بس جيتار إيليمنت مثلا. ولو اني مش من انصار استعمال الالات الوتريه كانها مثلا الجيتار، مش تعرف تطلع الاحساس بتاعه، ولكن موجود يعني. ممكن مثلا نشوف النوع ده من الاكورديون، هو عاملين حتى كمان فلامينكو دانسر. صوت اللي بيسموه التاكون، اللي هو الجزمة بتاعت الفلامينكو اللي بتنزل، صوت التاكون ده الجزمة بتاعت الفلامينكو لما بتخبط في الأرضية الخشب. في فيولين كمان فلامينكو، نوصل كمان لحاجة مثلا زي الكوايرز، الكوايرز اللي هم صوت الناس اللي بتغني مثلا. فممكن مثلا نسمع الكواير دوت، نجرب المنز، منز يعني بتاع الرجالة مش منز جمع من. هو ده البلاير بتاعه، ليه شكل غريب جدا، ده صوت التينور. وممكن كمان تعدل في الحروف اللي هي بتتكلم عليها دوت.
في البرفورمانس روح كاتب هم انت عايزهم يقولوا ايه مثلا. طبعا بالنسبه لنا احنا لو كتبنا بالانجليزي مثلا هيموتوني هيبقى عامل زي فيلم مثلا فؤاد المهندس حاجه كده يعني. فانت ممكن تضيف الحروف اللي انت عايزها مثلا مثلا حاجه زي كده ونسمع. ممكن تعملها اهات مثلا. ممكن تختار كواير مثلا ستات مثلا، شوف البلاير. وطبعا مع الخمس ميكروفونات تقدر تتحكم في كل ميكروفون قريب من الستيج وبعيد عن الستيج. الحلقة الجاية استنونا، هنقدم حاجة جوه البرنامج ده اسمها أوركستريتور. نستناكم الحلقة الجاية.